بيكم أعزائي المشاهدين ومتابعة جديدة من خلال برنامجنا براعم الغد، وبيسعدنا أيضا أن يكون معنا في هذه المتابعة الأستاذ الدكتور منير ويليام. دكتور منير، النهاردة نتكلم عن الأظافر والأطفال. يمكن برضو الأظافر من الموضوع المهمة جدا جدا بالنسبة للطفل. وفي البداية نحب نقول للسادة المشاهدين تركيب الظفر إزاي؟ هو الحقيقة الأظافر دي من المواضيع الهامة جدا. في البداية ما هي تركيب الجلد؟ الجلد اساسا اللي احنا بنشوفه عباره عن تركيبه من طبقه البشره مع طبقه الادمه، وتحتيه طبقه دهنيه بتفصل بين الجلد وبين العضلات اللي هي موجوده الى اسفل. الجلد ده مساحته حوالي 1.7 الى 2 متر مربع، ووزنه حوالي 4 كيلو جرام. ياه، كتير. وبالتالي فهو اكبر عضو في الجسم. أكبر من أي عضو تاني، أكبر من القلب وأكبر من المخ وأكبر من الطحال وهكذا. الجلد ده ليه 4 زوائد. الأولانية الشعر، الثانية الأظافر، الثالثة الخلايا العرقية، والرابعة الخلايا الدهنية. وبالتالي فالأظافر ما هي إلا من زوائد الجلد الموجودة في الإنسان. صحيح أن هي تطورت وفي الكائنات الأخرى أو الحيوانات تختلف عنها في الإنسان، لكن لا زالت الأظافر هي من الزوائد الجلدية الموجودة في اليدين وفي القدمين. يتكون الظفر أساسا من طبقة أو خلية نشيطة مسؤولة عن نمو الظفر، ودي بتأتي من الداخل للخارج. يعني الطبقة المسؤولة عن تكوين الظفر موجودة النشيطة، تكون أكثر قربا ناحية القلب، وهي المسؤولة عن تكوين الظفر، بحيث أن الظفر بينمو بمعدل 2.1 ملي في الأسبوع. يعني ممكن الظفر بياخد مرحلة نمو حوالي 3 شهور عشان يتكون ظفر كامل. فالجزء الأول هو الطبقة النشيطة لنمو الظفر. الجزء الآخر الثاني اللي هو الجزء اللي الظفر بينام عليه على الجلد، بنسميه المهد، مهد الظفر. أما الجزء الثالث فهو الجزء الهلالي أو هلال الظفر، اللي هو موجود على هيئة هلال في نهاية الظفر تجاه الطبقة النشيطة بالنسبة للظفر. هو ده التركيب بالنسبة للظفر. طب لو اتكلمنا يا دكتور منير دلوقتي عن الامراض اللي بتصيب الاطفال وبيزداد فيها السمك الاظافر، هل هناك امراض معينه؟ الحقيقه سيادتك برضو اثرت نقطه كبيره جدا. الاظافر دي بيحصل فيها تغيرات كثيره جدا. بدايه سيادتك بداتي بزياده السمك. فعلا الاظافر بيحصل فيها زياده السمك في بعض الحالات الوراثيه، بيبقى في اسباب وراثيه عائلات كده بنلاقي الاطفال فيها سمك الاظافر سميك. لكن في بعض الامراض زي مرض الصدفيه ممكن يزداد فيه زياده سمك الظفر. ايضا في مرض ثاني زي مرض الحزاز، ده ممكن يصاحبه، صحيح انه بقع جلديه مع هرش، لكن في تغيرات في الجلد بتنتهي بالنسبه للاظافر لزياده سمك الظفر. وبالتالي ايضا في بعض الاصابات اللي ممكن بتصيب ظفر دون الاخر ويزداد فيها سمك الظفر. يبقى في الصدفيه والحزاز وبعض الامراض الوراثيه وبعض الاصابات. في هناك بعض التشققات الطوليه للاظافر، نعرف من حضرتك المقصود بيها برضو ايه، وبتكون موجوده في اي عمر في مرحله الطفوله؟ هي التشققات الطوليه بالنسبه للاظافر بتحصل في اي عمر، ملهاش علاقه المرض المسبب ليها. فممكن تحصل تشققات طوليه مصاحبه لمرض الصدفيه، وممكن تحصل تشققات طوليه مصاحبه لبعض الاصابات اللي بتصيب الجسم في الكلى او القلب او الكليتي او ايضا في القلب او الكبد. فايا يكون السبب بلاقي تشققات طوليه. ايضا في تشققات طوليه مصاحبه لنقص فيتامين الف. وبالتالي فنوع التشققات الطوليه بيديني فكره عن نوع المرض اللي ممكن يكون بيصيب الجسم. فالتشققات الطوليه معناها انها بتصيب الاظافر بالناحيه الطوليه. التشققات العرضيه يا دكتور في الاظافر امتى بتصيب الاطفال اللي هي بالعرض بقى؟ التشققات العرضيه ناخد بالنا ان هي بتبقى حاجه من حاجتين، يا اما بتكون عن هيئه طبقه سطحيه بتزيل الظفر بالكامل ويتم فصله، ودي احنا بنلاقيها في اغلب الامراض اللي ليها اعراض عامه بالنسبه للطفل. يعني الطفل مصاب بمرض في القلب، او طفل مصاب بمرض في الكليتين، او طفل مصاب بمرض في الكبد، او طفل بيعاني من مرض زي مرض الصدفيه، ممكن نلاقي تقشر عرضي سطحي، كل الظفر بيتشال ويبتدي ظفر جديد يتكون. لكن في بعض الحالات بنلاقي فيها تشققات عرضية عميقة. هذه التشققات العريضة الجلدية العميقة ممكن ألاقيها مصاحبة لمرض زي مرض الحزاز، أو ممكن تكون مصاحبة لبعض الأمراض زي مرض الصدفية، ممكن ألاقيها موجودة في مرض تاني زي مرض السمكية، ممكن ألاقيها موجودة في مرض تاني
وطبعا كلها بتبقى مخترقه حسب الحاله وحسب التكوين بتاعها. تفترق الفرق بيكون في الشكل ولا في الشكل، ومنه اقدر اعرف المرض. يعني انا مجرد ما ابص على منظر هذا التشقق العرضي وامكانياته وعمقه اقدر اعرف المرض ده كان سببه ايه. وطبعا ما ننساش ان الاصابات بكافه انواعها ممكن تعمل لي تشققات سطحيه وتشققات عرضيه وتشققات طوليه وهكذا. لكن من هذه التشققات اقدر اعرف طبيعه هذا المرض. والتشققات العرضيه دكتور منير بتصيب الطفل في اي عمر تقريبا؟ في كل مرحله سنيه، دي ملهاش قانون. لكن مثلا لو لقينا صدفيه بدات مع طفل في سن 3 سنين بنلاقيها مصاحبه بالتشققات العرضيه في الاظافر او التشققات الطوليه او التشققات السطحيه، هي على حسب المرحله السنيه اللي بدات فيها المرض مع الطفل. ساعات بيكون في طبقات للاظافر، يعني الطفل ساعات بيكون بينقسم الـ 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 او بتنقسم الاظافر عنده لمجموعه طبقات، ده بيرجع لايه؟ اسبابها ايه؟ دي بترجع للصحه العامه للطفل. اغلبها بيعود للصحه العامه للطفل، بمعنى الطفل المصاب بمرض قد يتعلق بالقلب، حمى روماتيزميه في القلب او حاجه زي كده، او حمى روماتيزميه وصلت للكليتين، ده ممكن يؤدي الى هذه الاصابات السطحيه. لكن ما ننساش ابدا ان الطفل دايما شقي وانه دايما بيتعور وفي حوادث عنده كتير، فممكن تؤدي الى اصابات سطحيه بالنسبه للاظافر، وممكن تؤدي الى فصل طبقه كامله بالنسبه للظفر ويرجع يتكون من جديد. يعني اي ام النهارده تلاقي ان حصل في 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 الاظافر عند اطفالها او احد اطفالها اي تشققات سواء كانت طوليه او عرضيه او طبقات، دي لازم على طول تستشير اقرب طبيب، والا هتكون نتيجتها ان هي ممكن تفقد الظفر الكامل ولا يتكون من جديد، ما يطلعش تاني. بالظبط. طب في بعض الاظافر يا دكتور منير بتكون ملونه، يعني هي بطبيعتها الطفل بيولد بلون معين في الضوافر بتاعته، هل ده بيرجع برضه لاصابته ببعض الامراض ولا بيرجع ليه؟ لا، هو لون الاظفر هو لون طبيعي احنا عارفينه، اليميل الى البني زيه زي لون الجلد. لكن ممكن ابص الاقي الظفر خد لون ابيض. ايوه. ده ممكن يكون ناتج من اصابه او من اصابه الشخص بمرض في القلب او مرض في الكليتين او مرض في الكبد او بعض حالات الصدفيه. ممكن الاقي الظفر خد لون الاخضر. 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 وده عن طريق اصابه الظفر بنوع معين من الفطريات او حتى في نوع معين من البكتيريا اصيب هذا اللون. ممكن الاقي الظفر اصاب بلون الاصفر، وده بيكون من بعض انواع الادويه او بعض انواع من الفطريات تديني اللون الاصفر. ممكن الاقي الظفر اصيب باللون الاسود، وده ممكن يكون ناتج من اصابه او حسنه او تجمع موجود من الحسنات تحت الدم او تجمع دموي في مرحله شفاء او بيمر من اللون الاحمر الى اللون الاسود. وبالتالي فممكن الاقي الظفر يتلون معايا من الابيض الى الاسود الى الاصفر الى الاخضر. انما كلها مرضيه. كلها مرضيه، انما مش كلها وراثيه او مولود بيها، لكن كلها حالات مرضيه في مراحل معينه من مراحل اختلاف نمو الطفل. وطرق العلاج بسيطه وسهله بالنسبه لاي ام، ما تتخضش لو لقيت اي لون غريب. لا، احنا هنا بنختلف شويه. الاصابات الاظافر دي مرض العصر. مرض العصر. ويمكن الستات كلها الكبيره في السن عارفه الاصابات اللي بتحصل في الاظافر والمعامله مع الميه، وازاي ان لو حصلت اصابه في الظفر الظفر ما بيشفاش تماما. وبالعكس ده يمكن في مؤتمرات دوليه انعقدت مؤخرا هنا في القاهره وانعقدت في الاردن كلها بتنعقد مع مرض الاونكومايكوزيس اللي هو اصابات الفطريه بالذات بالنسبه للاظافر. عشان كده الوقايه في اصابات الاظافر خير من العلاج، وعشان كده احنا بنتكلم في حلقه كامله عن اصابات الاظافر. اصابات الاظافر مؤلمه جدا وعلاجها رزل جدا وبياخد فتره زمنيه طويله قوي. لازم اهتم باصابه الطفل والظفر بالنسبه للطفل واعالجه باسرع ما يمكن وباصح ما يمكن، والا النتيجه صعبه. هل بيكون في الم يا دكتور منير بيحس بيه الطفل لو كان في بعض التشققات سواء كانت طوليه او عرضيه او مجموعه من الطبقات او تغيير في اللون؟ هل هو بيحس بالم؟ في بعض الاصابات بتدي الم وفي بعض الاصابات ما بتديش الم. يعني مرض زي الصدفيه ما بيديش الم في بدايه علاجه، لكن اصابه ناتجه عن حادث تدي الم. أيه. اصابه بكتيريه او اصابه فطريه ممكن تدي الم والم شديد. وبالتالي فالاصابه بتتنوع، نقص فيتامين ممكن ما يديش الم في بدايته ويبتدي يدي الم في نهايه الاعراض او الحالات المتقدمه. فالالم ده ظاهر او عرض وجوده بيدل على ان الحاله بدات تزداد في السوء، لكن ممكن يكون الالم مش موجود في البدايه. وبالتالي هو علامه. هو علامة. لكن هو مش الاساس، هو علامه من العلامات زي احمرار او تلون الجلد، زي التشقق الطولي او العرضي او انقسام الجلد الى طبقات، فهو علامه من ضمن العلامات اللي هو وجود الالم او عدم وجوده.
زي في بعض الحالات ساعات بنلاقي بعض الأطفال عندهم نقط بيضة كده يقال إنها نقص إحدى الفيتامينات وليكن فيتامين ألف مثلا أو نوع من أنواع الأنيميا. بالضبط، الأظافر مراية للجسم، وأقدر من أظافر الشخص البالغ أو الطفل الصغير أعرف الحالة المرضية بتاعته، وأقدر من أشخص الحالة. ده ممكن تكون الأظافر فقط هي الحالة المرضية، ومن الأظافر أقدر أشخص الحالة تشخيص مباشر، تشخيص سليم وأدي علاج مناسب. حضرتك تقول النصائح للأم إيه؟ بداية الاهتمام بتغذية الطفل، لأن الأظافر ده كائن حي بيتكون وبيعيش وبيكبر، فلازم أغذي الطفل. أهتم في أكله بالخضروات الطازجة والفواكه الطازجة والبروتينات والفيتامينات، دي من ناحية. الناحية الثانية ما تركش الطفل الأظافر المبللة، لابد من تجفيف الأظافر جيدا، لأن الأظافر المبللة دي ممكن تكون وسط مناسب لنمو الفطريات والبكتيريا، ودي تبقى مشكلة بعد كده في علاجها. الحاجة بعد كده أن أي إصابة مباشرة ناتجة عن حادث في أي ظفر من الأظافر لازم أستشير أقرب طبيب ليا، لأن دي ممكن يكون ليها آثار جانبية غير سليمة. هم دي النصائح اللي احنا بنبدأ فيها مع الأم على أساس أن تكون أظافر ابنها سليمة، وبالتالي تكون حياته كلها سعيدة. دكتور منير، هل طريقة قص الأظافر عند الأطفال ليها طريقة صحية معينة نقولها برضو لكل أم؟ هو الحقيقة هي الطريقة الصحيحة أساسا تلتمس أن أنا لما بستخدم المقص بتاعي ما حاولش أن أنا أعور الجلد. أي إصابة ولو خفيفة بتدخل أي بكتيريا، والأظافر مشكلتها أن هي عبارة عن جيوب، يعني عمر ما كان جانبي الظفر عبارة عن جيب واحد، لا ده عبارة عن تليفات وحواجز. فلو حصلت أي إصابة مشكلتها أن هي بتعمل ألم شديد جدا، وبيبقى بالتالي بتعملي مثلا 50 خراج جنب بعض أو 50 جيب صديدي جنب بعض، وبالتالي بيكون علاجها صعب جدا ولا بد من التدخل الجراحي فيها. يبقى إذا أنا ما حاولش أدخل الميكروب في داخل الظفر، وده اللي بنشوفه في الكبار في الباديكير والمناكير والحاجات دي كلها. من مثلا نلاقي أن من استخدام هذه الآلات بدخل عدوى من شخص لشخص، من ناحية بدخل نفس البكتيريا في جيب من الجيوب، فبتتكون جيوب كتيرة، كل جيب فيه تجمع، فبتبقى مشكلة. عشان كده بقول أنا أقص الأظافر، أظافر سيئة في نقل العدوى من كثير من الأمراض والحشرات، أنا متفق مع سيادتك في كده، لكن عند القص أحاول أن أبتعد كلياً عن أن أصيب أي إصابة بالنسبة للظفر. احنا في نهاية اللقاء بنشكر حضرتك يا دكتور منير. شكرا. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء وحلقات أخرى قادمة من برعم الغد.